كم أساتذة الجامعات، الله أكبر، أساتذة الجامعات، ولد تغتسب بالجامعات. هسه هذه شكوى الأستاذ اللي وياه يقول لك شفتها بعيني، الطالب بطل صار لأربعة أشهر، أكو فضيحة أقسى من هاي؟ هذه مناشدة من جامعة ذي قار. بسم الله الرحمن الرحيم، إلى مكتب الادعاء العام وفوضية حقوق الإنسان دار التحقيق النزاهة، شكوى بعنوان محاولة اغتصاب عندما يكون الأستاذ وحشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن مجموعة من طلبة جامعة ذي قار نطالب بالتحقيق الفوري في الشكوى التي قدمها أحد الطلبة في قسم التاريخ كلية التربية جامعة ذي قار بحق أحد التدريسيين الذي حاول الاعتداء عليه جنسيا وبدون اتخاذ أي رادع بحق التدريسي من الجامعة سوى بالاكتفاء بإرسال الشكوى من عمادة الكلية إلى رئيس الجامعة والذي حاول التستر عليه لأنه من عشيرته، مما أدى إلى ترك زميلنا الامتحانات للدور الثاني وكذلك الدوام طيلة 4 شهور ورئيس الجامعة يتستر على الجريمة، علما أن هناك طالب آخر سبق وأن قدم شكوى مماثلة على نفس التدريسي وتم سحبها، وهناك إخبار عن تجاوزات بحق الطالبات يصعب ذكرها لحساسية الموقف. نناشد الشرفاء من أبناء مدينتنا في التحقيق الفوري، والسؤال يطرح كم عدد الذين ماذا لو يقول هنالك شكوى رسمية بوقع بخط زميلنا وببصمة الإبهام موجودة في رأس قسمه والعمادة مع اعترافات وشهود أغلب التدريسين على تلك الحوادث. هذه سمعتوها، تدريسي حاول كما في الرسالة اغتصاب أحد الطلبة، هي محاولة لكن الحقيقة شيء آخر. لحساسية الموضوع الكثير يحاول أن يتجنب الخوض في هذه التفاصيل، لكن سيظهر معنا موظف من جامعة ذي قار على اطلاع بالقصة، هو السيد أبو مريم. أبو مريم شلونك؟ حياك الله، مرحبا أستاذ نجم. أنت اطلعت على هاي الشكوى، ما حقيقة الأستاذ التدريسي اللي حاول الاعتداء جنسيا على طالب، وتقولون في الشكوى أيضا أنه تم الاعتداء على طالب من قبله، شنو حقيقة هذا الموضوع؟ يعني هو الموضوع اتهام، والاتهام لا يثبت حتى يعني يصير عملية تحقيق. يعني هي شكوى كتبت من قبل الطالب، والطالب حاليا ترك الدوام، هو مكمل الدور الثاني وما امتحن، وايضا هسه لحد هذه اللحظه هو ما يداوم. ليش ما يداوم؟ شكوى يعني حسب قول اصدقاء انه هو يعني كيف يداوم مع شخص يعني قدم شكوى بحقه، يعني لازم تتخذ اجراءات. الحقيقه انه احنا نقول يعني يجوز الشخص او التدريسي بريء، لكن لماذا اذا قدم يعني الطالب هو شكوى رسميه؟ شكوى رسميه يجب ان تعامل بشكل رسمي. يا ابو مريم، ابو مريم، نعم. اني نعم. اقدر الظرف اللي انت بي، واني اشكر شجاعتك مهما يكن. اولا نعم. الذي قدم نعم. الشكوى الذي وقع عليه الظلم وليس قدم نعم. الشكوى مخبرا سريا حتى نقول يجوز نعم. او لا يجوز، ماكو واحد يسخم نعم. روحه الا بعد ان تفزع نفسه. الشكوى مقدمة صحيح. ليست بالظن، الشكوى في كلية التربية بجامعة ذي قار الذي حاول اغتصابه أو تم اغتصابه، شنو يجوز أو لا يجوز؟ أكو واحد يسخم روحه؟ احنا هو يعني الطالب سرد الموضوع الأصدقاء وشلون التدريس وأخذ البيت الحجة في جلب الكتب وبعدين محاولة شو يسوي له؟ وبعدين الطالب شرد لا شيء يسوي له بالبيت، يجلد الكتب، يجيبون كتب للكلية. نعم اي يعني هاي مكتوبة بالشكوى. اي بالله احكي لي شلون حكر اصدقائي وعد رأس الفتين وعد المقررية وعد التدريسين يعرفون بالموضوع كله. نعم احنا نقول هذا الموضوع قد يكون افتراء، لكن هي ليست الشكوى الاولى، هناك شكوى سابقه من احد الطلاب، هناك شكوى من طالبات على نفس يعني الاستاذ.
نفس الأستاذ. نعم نفس الأستاذ. يدرس بيا قسم يعني هو موجود بالكلية، يعني الكلية المذكورة. أي يعني بالكلية بيا قسم يدرس مثلا كلية التربية جامعة ديكار يا قسم. أي نعم نعم نعم. هذا يسمونه قسم زين. السيد رئيس جامعة ذيقار وصلت الشكوى على حد علمك؟ نعم وصلت وجاز على السيد العميد ومنتقين إجراء. عميد كلية التربية. نعم نعم. هو المفروض يفتحون تحقيق. يعني احنا هذا نقول ليش ما يجوز يطلع بريء الأستاذ؟ يعني ليش ما يفتحون تحقيق؟ يعني ليش ترك الدوام؟ يعني معقولة أستاذ جامعي يختصب ولد؟ هسه يعني أنا محاولة لحد الآن احنا ما صابتين. هسه هي محاولة يا أبو مريم. يا أبو مريم على قولة أهل الناصرية أغدي لك فدوة. هسه أنا ما أرد أحملك المشوي خلطلة لأنه أنا اتصلت بآخرين حتى منهم عمداء سابقين ما قبلوا أن يطلعون بآية. أنت تعرف أنا جسمي يرجف. نعم لأنه حساسية الموقف. يعني أنت أنا جسمي يرجف يا عميد جامعة ذيقار. ما حقيقة ما يقال عن هذا الموضوع؟ السيد معالي وزير التعليم العالي، هل احنا ناشد السيد الوزير رسالة؟ زين هسه انتم تحتاجون السيد الوزير. محمد بعجي هاي اعراض اعلام، هاي يعني مصير حياة اشهر. ما يصير هيك هذا يصير الموضوع. يعني انا ما اتصلت لحد ما طلعت على الشكوى مكتوبة بخط اليد وباصم بها الطالب. الطالب انت طلعت على الشكوى بالقسم؟ اي نعم. يا عميد الكلية، يا عميد كلية التربية جامعة ذيقار، الرجل يقول لك أنا شفت الشكوى بعيني، والطالب حاكي لأصدقائه ولكم طلاب تغتصب بالجامعة، يغتصبون طالب بالجامعة من قبل أستاذ؟ يعني هذا شنو أستاذ إيش هذا؟ والنوب مغتصب طالبات أيضا؟ لا ما أثبت هذا الشيء، ما موجود هذا الشيء، لكن أكو حكي أكو حكي أكو حكي أكو حكي. وكبار يعني هذا ذئب كلب، والله ماكو أوفى من الكلب، الكلب ما يقدر. والذئاب أيضا والذئب على رئيس الجامعة، عتبنا على رئيس الجامعة ليش ما اتخذ إجراء فوري بهذا الموضوع قبل خمسة أشهر حتى الطلاب كانوا خايفين، والطلاب يعني والله عم الناس تخاف، الناس تخاف. احنا جامعة ذيقار نخاف صراحة، جامعة ذيقار احنا نخاف. تخافون مو؟ كل العقوبات واي واحد يشتكي يتعاقب. اقول لك هي ايش ضلت، اقول لك هي ايش ضل من الغيره، هي ايش ضلت من الغيره بعد. نعم. اهل الناصريه. نعم. ايش ضلت من الغيره؟ نعم. هاي مشكله. ايش ضلت من الغيره؟ رئيس الجامعه، اهل الناصريه يسمعون، عميد كليه التربيه. هذا اللي دين قال صدق لو كذب؟ شنو نايم قاعد؟ شنو الموضوع؟ شنو هسه ما قلنا رئيس الجامعه عميد الكليه؟ شنو اللي يمنعك ان تحقق بشرفك لو هذا ابنك او جايين يردون يغتصبونه، يغتصبه استاذ بالكليه وعميد الكليه يمنع التحقيق؟ شو تسوي؟ شو تقول؟ لكم اساتذه الجامعات، الله اكبر، اساتذه الجامعات، ولد تغتصب بالجامعات؟ هسه هذه شكوى الاستاذ اللي وياه يقول لك شفتها بعيني. الطالب بطل صار له 4 أشهر، اكو فضيحه اقسى من هاي؟ بس فهمني يا سيد رئيس جامعه ذيقار، ليش الشكوى الاولى تم سحبها وليش الشكوى الثانيه ما حققت بها؟ انتظرك وانتظر وزير التعليم العالي، مو مثل معالي حيدر ابو التربيه لا تنتظروا منا رد. هاي جريمة يا معالي الوزير، أستاذ رئيس جامعة ذيقار، ولك أهل الناصرية ما يرحمون. أنت تدري باكر لو أهله يدرون زينب ياجي حر راح تكون؟ تدري لو ما تدري؟ أنت تدري هذا البرنامج قناة التغيير سوته لصوت، وكل مظلوم ولجرائم تتدفن جو الكتب منا ومنا وبالجرارات؟ مو بطران أنا صوتي راح أصيح الليل والنهار؟ شاس تصير أنت رئيس جامعة ولك وهذا ولد بالناصرية وما أدري باكر يطلع من يا عمام؟
وحق لا إله إلا الله يزينونك، ما أعرف يزينونك بطابوقة. بس أرجوك إذا كان هذا الرجل على خطأ أخذ له حقه وعاقب العميد. ليش العميد ما اتخذ إجراء؟ وليش انسحبت الشكوى الثانية؟ ولكم إحنا بيا زمن إحنا لا نودي ولدنا ولا نودي بناتنا من وراء هذا الشيء. أنتظر ردك رئيس جامعة ذي قار وعميد كلية التربية، أنتظر ردكم ولا أسويها ربابة عليكم. وهذا الطالب ممكن أن تتصل بي وأنا وعدك أمام العراقيين، أنا أتبنى موضوعك وما راح أجيب اسمك، وانتظر ردك يا رئيس جامعة ذي قار، يا موقرين يا أصحاب العلم، مذولة ولدكم ولك ولد قامت تغتصب بزمن الغموان.